بن شريف اللي كان عليها يعني انتقادات كبيرة اللي كان طلتها في مهرجان الأخير للسينما بمصر مهرجان الجونة، وكل الانتقادات كانت جاوبت عليها في ميكروفون هاشتاج ماجازين. يلا مع بعض نشوف هذا اللقاء الخاص اللي خصته لبرنامج هاشتاج ماجازين الفنانة إيمان الشريف. تجربة رائعة جدا، لأنه التيم اللي أنا خدمت معاه هو راقي جدا وبروديوسر طيبة وبروفيسيونيل، مخرج كيف كيف نجاحات كبيرة مدام درة بوشوشة، والمخرج الكبير محمد بن عطية اللي مازال كيخذي من 3 سنوات اللي هو توا ليمات تجري الدب الذهبي في برلين بفيلم نحبك هاجي، والممثلين اللي موجودين معايا ممثلين عندهم كاليتي كبيرة ياسر، وكنت مرتاحة في التصوير وتجربة جميلة خذت بيدينا وهزتنا للفستيفال دو كان 2018. On a fait le tapis rouge. Le film il a été sélectionné par la quinzaine. C'était un honneur pour moi en premier lieu pour la Tunisie. Et تجربة حلوة ياسر. وبعد مشيت للجونة أول مرة في العالم العربي مهرجان الجونة كان راقي جدا. ولقينا فيه حب كبير، انتقادات بيان سور دوكم تنجو، وكان حب كبير وتوج الفيلم باحسن اداء جو داكتور محمد ظريف اللي هو كان طيب جدا وعاوننا الناس الكل، واحنا عاوننا كنا اكيب واحده يعني ما تنجم تكون النتيجه كان النجاح الحمد لله. والله انا فرحانه برشا انه دخلت بالسينما التونسيه للسينما المصريه، والسينما التونسيه فيها قيمه كبيره ياسر، دونك انا فخوره جدا، ولكن جو لاس توجور لي بورت اوفيرت لاي تجربه ان كانت مصريه جزائريه مغربيه مغاربيه ليبيه شرقيه غربيه. بالنسبه لي انا الفن ما عندوش حدود انترناسيونال يعني. والله انا بالنسبه لي السينما انترناسيونال يعني، وسورتو انا دخلت بالسينما التونسيه للسينما المصريه قبل الاوروبيه وبعد المصريه، اول يعني مشاركه في العالم العربي، والسينما التونسيه فيها قيمه كبيره ياسر، دونك انا نفتخر بالموضوع هذايا. وبالنسبه لي السينما انترناسيونال ان كانت جزائريه مصريه مغاربية غربية يعني أنا مفتوحة أفكاري وأحلامي لكل نقطة في العالم يعني ما عنديش حدود. فما برشا غنيات نحب نغنيهم ويراودوني هكا، وفما غنية تونسية زادة غنيتها قالوا لي فما كيفها في الجزائر اللي هي وين احب انا احب مولا الشاش وقليبي تعب مولا الشاش، هذه من التراث الشاوي. والراي فما مثلا اغنيه نستحضرش اسم المغني نتاعها، تا تا دا 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 تيرا دا 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 تيراري دا 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 تيرا دا 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 طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغيبة تيرا دا 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 حسنو؟ حسني الله يرحمه. نحب نغني أغنية أخرى جزائرية اللي أنا نحبها ياسر اللي هي ونحسها مش نغنيها لأجل المجاملة، قلت بلادي هي الجزائر وعليها وراني حاير، تمنيت روح الهزاير والولف كيف ساهل والفراق ما قدرت عنه، والولف كيف ساهل والفراق ما قدرت عنه، والله ما نسيت
عنابة الغالية قسنطينة أو سقيفة العالية بلادي نارها في قلبي قادية والولف كيف سهل والفراق نو واي ما قدرت عنه والولف كيف سهل يا الجزائر ما نقدر نبعد عنه. بوسة كبيرة لكل الجزائريين. أولا نحب نشكر الإكيب متاعي اللي هم حطينا أن ديفي وخطة رسمناها ومشيت في مكانها صح، فبرافو للإكيب. إنه أنا كيف فت على السجاد الأحمر كنت ممثلة، أنا نعرف وإدارة المهرجان تعرف إنه أنا ممثلة في وسط فيلم تونسي اسمه ولدي، ولكن الناس الموجودين والممثلين والعباد ما يعرفوش أنا شكون. فأنا حبيت نلفت الانتباه بس ما كنتش نتصور هذا النجاح باش يكون هكا. كل الناس اللي كتبت بالباهي نشكرهم ونبوسهم بوسة كبيرة، والناس اللي كتبوا حاجات ما عجبتهمش وأنا كانوا يتصوروا أنها باش تقلقني فنقول لهم بزوز بوسات، على خاطر كان أنا اليوم وليت في مصر يقولوا البنت دي اللي لابسة الحاجة الغريبة ديت دي ممثلة في الفيلم الفلاني ولدي. فنشكرهم جدا إنهم ساهموا في هذا النجاح واستفايلوا خير، والفيلم أخذ يعني كرم بأحسن أداء. فهذا نجاح، يعني البوزيتيف والنيجاتيف في 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 الميديا ما يعطي إلا نفس النتيجة، هو الأودينس. فأنا جو شيرشي الأودينس. برافو أغام على الكوستيم وبرافو أبيبا على الأكسسوار. كلمة للجمهور الجزائري نقول له سامحني إذا أنا قصرت وما جيتكش ما غنيتلكش، أنا باش ندافع عليك ونحط لك بلاصة في قلبي مع جمهوري اللي ديما يراني في الحفلات، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا للخطة الجاية هي لقائكم وهمزة الوصل سوف تكون الجزائريين